Physics, first secondary, chapter 1, physical measurement. Measurement, what is meant by measurement? If you wanted to know measurement, what is meant by measurement, it is a process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind to find how many times the first includes the second. تعالوا نشوفها بالعربي يعني ايه كلمة measurement. فخلينا نكتب measurement كده الأول. measurement لو أنا عندي length of unknown physical quantity, length ده أنا معرفوش وبالتالي ده بقدر أسميه باسم unknown physical quantity. معايا حاجة صغيرة كده piece of plastic اللينس بتاعها 1 سنتيمتر. طيب لو حطينا واحدة 2 3 4 5 6 طبعا المفروض ان هما لازقين في بعض يعني اهو. تعال نعمل count again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So the length of this road, الرود ده اللينس بتاعه قد ايه؟ اللينس بتاعه هتقول لي ده احنا عملنا كاونت طلع كلهم 9 سنتيمتر. يبقى 9 سنتيمتر حضرتك عملت ايه؟ عملت comparing between unknown physical quantity which is the length of the road to the length of piece of plastic which is known physical quantity of same kind, same type. We compare length with length to know how many times the first include the second. This is what is called measurement. تعالوا نرجع تاني للملزم. Types of physical quantities. ايه انواع الphysical quantities اللي عندنا؟ الphysical quantities divided into two types. The first type is called fundamental physical quantities. It is a physical quantity that cannot be defined in terms of other physical quantities. يعني ايه cannot be defined in other physical quantities؟ خلينا ناخدها واحدة واحدة بالexamples. تعالوا نشرحها على البورد. لما نيجي نشرحها على البورد اهي بسهولة. احنا عندنا تعالوا نكتبها كده تاني. Types of physical quantities اهو. Types of physical quantities. We have two types. Fundamental برضو بيبقى ليها اسم تاني اسمها basic physical quantities و drivable physical quantities. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة كده. لو انا اديت example, الاكزامبل هي اللي هتخليني اعرف الديفينيشن. انا لما اجي اقول لحضرتك length, اللينث هل محتاج انا اجيب لك رود واقول لك الرود ده هات لي اللينث بتاعه معاك رولر. انا هجيب اللينس على طول يا مستر ده كام ده معاك متر تيب مثلا تقول لي والله ده 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر هل حضرتك عملت كالكوليشنز ولا جبتها على طول؟ لا جبتها على طول يبقى ده اسمه فاندمنتال خلاص من غير كالكوليشنز. طب ذا سيم هات لي والله مثلا معاك رينج وهات لي الرينج ده هات لي جولدن اهو رينج وهات لي الماس بتاعته. هجيب الجولدن رينج احطها على البالانس خدت الماس. By the same way, time. كل ده اسمه fundamental. Fundamental. Fundamental physical quantities. They are physical quantities which cannot, مش محتاجة, cannot be defined in terms of other. In terms of other physical quantities. مش محتاجة الphysical quantities تاني. ادي الفكرة. دي اسمها fundamental. Fundamental. طيب تعالوا نمسح بس شوية كده عشان نقدر نكمل ونشرح الدرايفابل النوع التاني. النوع التاني لو اديت الاكزامبلز هنبتدي نستوعب ونفهم. يعني مثلا لو قلت لحضرتك هات لي اول حاجة هات لي الفيلوسيتي.
فالفيلوسيتي حضرتك عشان تحسبها كنت بتاخدها السنة اللي فاتت displacement over time. To get the velocity of a car you wanted to measure the displacement, this is the first thing اللي بتعتبر لينس اصلا وmeasure the time. بعد ما جبت الديسبليسمنت والتايم معاك الفيلوسيتي؟ لا مش معايا، ركز كويس قوي في الحته دي. ده انا لازم عشان اجيب الفيلوسيتي اخد الديسبليسمنت على التايم. طيب خد كمان حاجه، مثلا area of rectangle. ال area of rectangle تعال نشرحها هنا كده. ادي ريكتانجل اهو، ده ريكتانجل. انا عايز احسب الاريا، يبقى لازم احسب حاجتين، اجيب اللينس ادي اول بروسيس عملتها، واجيب الويتس تاني بروسيس. كده معاك الاريا؟ لا اوعى حد يقول لي معايا الاريا. الاريا ايكوالز لينس باي ويتس. سو تو جيت ذا اريا اوف ريكتانجل يو ميجر ذا لينس يو ميجر ذا ويتس اند مالتبلاي ذم، يبقى لازم اعمل عمليه المالتبلاي، يبقى انا بالتالي دي درايفبل. طيب نفس الكلام عندنا حاجات كتيرة جدا الحقيقة. تعال نكمل 3 volume. Volume of cuboid. Look at me. About the volume of cuboid. This is the cuboid. تعال نكتب لك تحتها cuboid عشان تبقى عارف. طيب هنعمل measure لللينس عشان اجيب الفوليوم. نعمل ميجر للويتس، هنعمل ميجر للهايت. انا عارف ان انتوا خلاص افتكرت الرول، يبقى الفوليوم ايكوال لينس باي ويتس باي هايت. يبقى انت عملت ميجر ايه؟ عملت كام بروسيس في الميجرنج؟ عملت لينس ويتس هايت 3 بروسيس. بعد كده لسه مش معاك الفوليوم، يو وونت تو مالتبلاي ذا لينس باي ويتس باي هايت تو جيت ذا فوليوم. ذيس از كولد درايفبل فيزيكال كوانتيز اند سو اون. طيب تعالوا نقول لحضراتكم الديفينيشن بتاعها. What is meant by drivable quantities؟ هنكتبها هنا وبعدين نرجع نشوفها في الملزم. They are physical quantities. Quantities which can be defined. Can be defined. In terms of other. بنعبر عنهم بإيه يا فندم؟ بـ other fundamental physical quantities. آدي الفكرة في الـ types of physical quantities. نرجع للشيت تاني وتعالوا نبص على شوية حاجات في الشيت. لما نيجي نتكلم عليه هنيجي نقول لحضرتك الـ examples بس في الـ drivable force و velocity و acceleration. بعد كده عندي definition اسمه physical equation. الفيزيكال ايكويشن لو انت بصيت على الايكويشن دي هي عباره عن فورمولا او شكل بيديني الاستريشن، يعني الفيلوسيتي دي عباره عن ايه؟ الاستريشن اوف فيلوسيتي ديسبيسمنت اوفر تايم، وبالتالي هي شورت هاند فورمولا تو جيف فيزيكال الاستريشن اوف بارتيكولر بارتيكل انديكيشن. بقى كده الساينتست ابتدوا يتكلموا على الميجرمنت سيستم. ايه الميجرمنت سيستم؟ على مستوى العالم كده كل منطقه وكل اريا كانوا بيعملوا ميجر لللينس بديفرنت يونتس، الماس بديفرنت يونتس. فابتدوا عايزين نوحد على مستوى العالم، فنبتدي نعمل ايه؟ ابتدوا يلخصوا لنا جدول الاول باشهر ثلاث حاجات. اول حاجه الفرنش سيستم اور كولد جاوسين سيستم، ثاني واحد اسمه بريتش سيستم، والثالث اسمه متريك سيستم. ما تيجي نتكلم عليهم كده بالتفصيل شويه. لما نيجي ناخدهم كده بالتفصيل وهنتكلم عليهم. نيجي اول حاجه الفرنش سيستم، اللينس ميجرد باي وات؟ هتقول لي سنتيمتر، اختصار بتاعها سي ام. في البريت سيستم بالفوت. طب والمتريك بالمتر سيستم، بالمتر يونت. الماس بالجرام في الفرنش سيستم، وفي البريتش بالباوند، والمتريك سيستم ميجرد باي يونت كولد كيلو جرام. تايم سكند ان اول سيستمز. So when I ask you about the common measuring unit in all international system, you will tell me second. It is a common. Okay. What is the measuring unit of mass in the French system? You will say gram. This is about this table. Very easy table. بنجيب عليه بعض الأسئلة التانية الحقيقة، بس بعد ما ناخد جزء كده في الآخر هنتكلم على بعض الأسئلة موجودة فيه إن شاء الله.
ابتدينا على مستوى العالم. طب انا عندي 3 سيستمز، طب ما تيجي نوحد السيستمز. هنعمل حاجه اسمها انترناشونال سيستم اوف يونتس اس اي او ذا مودرن متريك سيستم. هو طور المتريك سيستم وابتدوا يتكلموا عليه الحقيقه. طيب تعال نتكلم على الفيزيكال كوانتيتي. اللينس ميجرد باي متر، الماس ميجرد باي كيلو جرام، التايم سكند، الكتريك كارنت انتنسيتي امبير، temperature or absolute temperature kelvin, amount of material mole, luminous intensity او light intensity. luminous لو ما تعرفهاش هتكتب فيها light intensity. candela. طيب كده دول عندنا كام؟ لو عملت count هتلاقيهم 7. ال 7 دول fundamental. fundamental يعني دول fundamental يعني مش drivable، لا cannot be measured in terms of other physical quantities. لما تيجي تقوم مزود 2 فيبقوا 9. هنزود مين؟ حاجة اسمها انجل ميجر، هتكلم عليها بالتفصيل. الانجل بتاعتنا بتاعت الماس الجميلة دي زي ما تقول ثيتا كده بكام، ادي اسمها انجل ميجر. ميجرد باي يونت كولد راديان. راديان سوليد انجل ميجر. يلا خليك تتخيل حتة تشيز كيك ولا حاجة اهي، سيم انجل بات ان 3 دايمنشن، سو ات كولد سوليد انجل ميجر. هنزود على كلمة راديان اس تي اي، يبقى كولد ستراديان. يبقى راديان وستراديان these are the measuring unit of angle measure and solid angle measure. احنا امتحاناتنا open book فحضرتك هيبقى الجدول قدامك ولازم تشوف الكلام ده. طيب give reason موجود هتقرأ لان برضو مهمة ممكن اجيب عليه شوية اسئلة. measuring tools for lens meter tape or ruler vernier caliper ومايكروميتر. الجهازين دول بس اعرفهم دلوقتي ان هما بيستخدموا to measure the small lenses. So a device used to measure small lenses, which one? Vernier caliper or micrometer. These are the measuring tools for the lens or small lenses. For mass. For mass, we have Roman balance, beam balance, or normal balance, analog scale, digital balance. I ask you about this in مثلا how many or what is the tool used to measure the mass of golden ring? Golden ring. طب الجولدن رينج which one of them؟ جولدن رينج I think that digital balance is a suitable tool for measuring the golden ring. time. time measured by hourglass, clock, stopwatch, digital watch. what about the word time؟ the word time not the time of the clock. time means an interval of time, period of time, interval of time to go from between two places, from مدينة نصر to مصر الجديدة. What about the time to go to the beginning of your street? What is the time? The time is measured by the fundamental unit, which is second. So when you calculate the time in hour or in minute, you well convert it into second, which is the measuring fundamental or the fundamental measuring unit. After that, something called standard units. The standard unit of time, of lens. What's the standard unit of lens? Standard meter. From what we know that the lens of the meter is by this way. This is the lens of the meter. Lens of meter. Scientists get a rod. This rod more than the lens of meter. Make an engraved mark here. Engraved mark. Another engraved mark here, okay, engraved mark, okay. The distance between these two engraved mark is called the standard meter. But this rod is made of what? The scientists get a material, scientists get a material. This material, rigid, doesn't rust, can stay for long time and also not affected by temperature. How? Or also what is this material? The material is called platinum and iridium alloy. Alloy يعني سبيكة. أنا عملت من الاتنين ماكس. طيب تعال نعمل ديفينيشن للستاندرد ميتر من غير ما نبص في الديفينيشن اللي فوق. لو كانت دي انجريفد مارك ودي انجريفد مارك، الديستنس ما بين
يبقى what's meant by standard meter, the distance between two engraved marks at the end, موجودة في الاند, of a rod made of platinum and iridium alloy kept at 0 degrees Celsius near Paris. Why kept at 0 degrees Celsius? To not expand or contract. This is called what? Again, standard meter. الجيف ريزون اللي تحت ده بيرد على الحاجات اللي انا سألت عليها من شوية. طيب تعالوا نكمل القصة هنا في standard unit of mass. احيانا بنروح عند الراجل الخضري ده مثلا نشوف عنده نورمال, عنده نورمال بالانس او توبان بالانس, وعنده حاجه مكتوب عليها كيلو وعليها 2 كيلو, ده اسمه ستاندرد كيلو جرام. بس ده مش الاصلي, الاصلي غالي جدا. اللي احنا بنعمل له ايه؟ اللي كل دول العالم بتيجي تشوف تعمل ميجر عليه تظبطه يعني. طيب ستاندرد كيلو جرام هنجيب نفس الماتيريال اللي فاتت, نفس الماتيريال ما غيرناهاش, ونعمل منها سلندر. مين الماتيريال؟ فكرني كده, هتقول لي اه بلاتينم اند ريديوم الوي. اوكي, ذا ماس اوف ذيس سلندر ويتش از ميد اوف بلاتينم اند ريديوم از كولد ذا ستاندرد كيلوغرام, بات ذا دايمنشنز ار سبيسيفيك اور فيكسد. دايمنشنز اللي هو اللينث والويتس بتاعها, طبعا ده سلندر فاحنا بناخد بنجيب الدايمتر ونجيب الريديوس عشان نجيب الفوليوم. عليا كل ده؟ لا, الحقيقه انت عليك الديفينيشن. The mass of a cylinder made of platinum and iridium alloy of specific dimensions kept at 0 degrees Celsius near Paris. كل ده حاجات نظري. Introduction on the physics. طيب تعالوا نكمل. Standard unit of time. Second is the standard unit of time. What about the second? Scientist, تعالى معايا كده نشرح الحته دي, شوف الساينتست عملوا لكم ايه. تعال نشوف. ساينتست عملوا لنا حاجه جميله جدا واحنا بنشرح السكند. من زمان ساينتست قالوا لنا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجه اسمها الافريج سولار داي. افريج سولار داي, اليوم بتاعنا العادي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. قسموه ازاي؟ قالوا احنا هنقسم اليوم ل 24 اور. طب to convert from the hour to minute, قالوا احنا هنقسم الاور ل 60 minutes. انا عارف ان انتوا عارفين. طب تعال هنكمل بعد كده عايزين نحول المينت, قالوا المينت فيها سكند يبقى 60 seconds. طب جميل, لو عملنا ملتبلاي للارقام دي كلها مع بعض 24 times 60 times 60 هتطلع لي 86 and 400 second. كده ده اسمه ايه حضرتك؟ ده افريج, وركز معايا عشان هعمل حاجه كده صغيره. افريج سولار داي. طب جميل, يبقى السولار داي في 86,400 second. طيب لو عملنا ديفايد 86400 هنا وهنا برضو هنعمل ديفايد نفس الرقم 86400, ده نشيله مع بعض سوري, يبقى انا عندي هنا ده راح مع بعضه هيتفضل لي 1 سكند هنا, احنا كنا عملنا سمبليفاي. الناحيه الثانيه 1 اوفر 86400 اوف افريج سولار داي. طب ما انا كده عندي الديفينيشن بتاع السكند ايكوال ذا دي 1 اوفر 86400 اوف افريج سولار داي, وده الديفينيشن اللي عندنا. يبقى جت منين؟ جت من هنا, جت من التقسيمه الاصليه بتاعت الافريج سولار داي, وبالتالي ات ايكوالز تو او ات از ايكوال تو 1 اوفر 86400 اوف افريج سولار داي. السكند عشان يبقى اكيوريت وتعمله ميجر اكيوريت بنعمل له ميجر بحاجه اسمها اتوميك سيزيوم كلوك اللي هي في الصوره عندك, اتوميك سيزيوم كلوك, ودي عندها هاي اكيوريسي. It can be used to determine the duration of the Earth's span, day length. Checking up for aviation and navigation. Aviation, لما بنيجي مثلا الطائرات تستخدمها في الجو عشان تحسب لنا ال duration بتاعت ال flight قد ايه, وال navigation زي الجي بي اس اللي هو على ممكن في البحر او في الارض. Verifying the journey schedule of space ships that explore the universe. واحد طلع الفضاء فيحسبها بنفس المنظر ده. This is called lesson 2. بيتكلم في اولى ثانوي بيتكلم على dimensional formula. الدايمنشنال فورمولا it expresses the drivable physical quantities
in terms of basic fundamental physical quantities as length, mass وtime. أشهر تلاتة هما الماس واللينث والتايم. دول اللي هتكلم عليهم في درس جديد اسمه Dimensional Formula، درس جميل جدا وفي نفس الوقت هنبتدي نشغل حضرتك معانا. فانت حضرتك هتبقى مجهز ورقة وقلم وبتكتب كمان وانت بتشغل الفيديو بتعيد ورايا. طيب يعني ايه الكلام اللي اتقال؟ يعني ايه Express the drivable physical quantities in terms of basic أو fundamental quantities؟ الفاندمنتال خلينا ما ننساش ان هما تسعة. مين تسعة دول؟ بتوع الانترناشونال سيستم. تعالوا نتكلم عليهم واحدة واحدة وتعالوا نشرح الدرس باستفاضة. لما نيجي نتكلم على دايمنشنال فورمولا، احنا هنعمل اكسبريس لأي حاجة درايفبل عن طريق في الغالب، في الغالب يعني ممكن تتغير ثلاث حاجات، ماس ولينث وتايم. ماس باور A، لينث باور B، تايم باور C. وعايزك تبتدي تفكر معايا واحدة واحدة. طيب أول حاجة هنبتدي نتكلم عليها اريا. أي اريا؟ أي اريا. تعال نتكلم على اريا اوف، أول حاجة مثلا اريا اوف ريكتانجل. الاريا اوف ريكتانجل حضرتك هتقول لي ايه هي؟ هتقول لي الاريا ايكوال لينث باي ويدث. طيب عايز اجيب الدايمنشن فورمولا، اعمل ايه؟ حط ايكوال تحت الايكوال. تبتدي تبص على اللينث ده، اللينث ده يعتبر ماس ولا لينث ولا تايم؟ تقول لي يا مستر ما هي سهله لينث. ايوه يا فندم صح. طيب الويدث، الويدث ده حاجه ميجرد بالمتر او بالسنتي، يعتبر ماس ولا لينث ولا تايم؟ اكيد زي اللينث. طيب يبقى لينث، لينث تايم لينث بال باور 2، ده الدايمنشن فورمولا. ايه ده بسهوله جدا كده؟ ايوه. اور، اور كمان. ايوه ممكن حضرتك قلت لي هنا دي ال باور 2، طب هنا ام و ال و تي، ممكن احط الام؟ اه ممكن، بس احطها باور 0، ام باور 0 ب 1 فكانها مش موجوده، وانزل ال باور 2 زي ما هي. طيب والتي؟ احطها تي باور 0 كده، ام باور 0 ال باور 2 تي باور 0 هي هي ال باور 2. اشمعنى حضرتك بتديها لنا؟ لانه ساعات بيجي لكم في الاسئله ان يكون ده هو اللي مكتوب، موجود لي ماس باور 0 لينث باور 2 تي باور 0، يبقى ده دايمنشن فورمولا للاريا. تعال نجيب لها يونت، اليونت بتاعت اللينس بالانترناشونال سيستم متر، يبقى متر باور 2. عندنا هتلاقي مكتوبه فوليوم، الفوليوم خلينا نتكلم على فوليوم مثلا، ابسط حاجه الكيوبويد. الفوليوم في كيوبويد لو مش فاكر فهو لينس باي ويدث باي هايت. طيب نبتدي احنا نفتكر تاني، احنا عندنا ماس ولينث وتايم، دول التلات حاجات الفاندمنتال اللي احنا بنتكلم عليها. ناخدها واحدة واحدة. فاحنا عندنا الفوليوم ايكوالز لينث باي ويدث باي هايت، التلات حاجات اللي بنتكلم عليهم ماس ولينث وتايم اهو. لما نيجي نعملهم واحدة واحدة كده، هنا ايكوال تحت الايكوال، ونقول لحضرتك هنا لينس بيعتبر ايه؟ فهتيجي تقول لي لينس كونسيرد از لينس اهو، ويتس كونسيرد از ويتس ماس ولا لينس ولا تايم؟ لا لينس اهو. الهايت، هايت ماس ولا لينس ولا تايم؟ اكيد لينس. يبقى ال تايم ال تايم ال ال باور 3، اور ممكن اكتبها بام باور 0 ال باور 3 تي باور 0. ده الفكره في الدايمنشنال فورمولا للفوليوم. طب عايزين نجيب له يونت، اللينس بيتقاس بالمتر بس باور 3، ده فكره الفوليوم اللي كانت نمبر 2 عندنا. طيب تعالوا ناخد حاجه تانية، رقم 3 نمبر 3، نمبر 3 دينستي. السيمبل بتاع دينستي رو، وما نيجي نعملها كده بالقوانين، دينستي او رو اللي هو حرف ميم كده بالعربي نازل شويه، ايكوال ماس اوفر فوليوم. قدامنا حلين، لا اجيبها من مره واحده، لا اخدها نحلها واحده واحده. افكرك تاني ان احنا عندنا ماس ولينس وتايم، ماس باور اي ال باور بي تي باور سي، احنا بنعمل يعني ده باور. الماس، الماس هي ماس يعني كابيتال ام تتحول الفوليوم، ممكن اخدها واحده واحده. ممكن لينس باي ويدث باي هايت، دي الطريقة الطويلة شوية بس بتحفظك القوانين الحقيقية. نرجع للماس، ماس اللينس ليه لينس؟ طب والويتس؟
لينث. طب والهايت لينث كده بقت ام اوفر ال تايم ال تايم ال ال باور 3. دايمنشن فورمولا اوف ذا دنسيتي ماست بي ان ستريت لاين. فتيجي تعمل ايه في اللينس ده؟ ده لينس باور 3 يطلع فوق عشان يبقى على لاين واحد، فيطلع فوق يبقى ال باور نيجاتيف 3. مستر علمنا اور ناقصة سيمبل هنا ام و ال، فاضل لك مين؟ التي. يبقى الدايمنشن فورمولا دي اف اي ممكن تبقى ماس ال باور نيجاتيف 3 بس تحط لي التي باور 0. تعال نتكلم على اليونت بقى. اليونت هنا ناخدها واحدة واحدة، ناخدها من هنا. الماس ميجرد بايه؟ هتقول لي بالكيلو جرام. طب واللينس متر باور نيجاتيف 3 زيها بالظبط، يعني الماس اهي كيلو جرام واحدة واحدة اهي، اللينس بالمتر نفس الباور بنزله. في اليونت فقط لا غير ممكن اعمل عملية سلاش، افتكر كويس قوي في اليونت بس. فانا ممكن اقوم عامل كيلو جرام بير اقوم حاطط المتر، بس بدل ما كانت نيجاتيف 3 تبقى متر باور 3. ده كده دايمنشنال فورمولا للدنسيتي واليونت بتاعت الدنسيتي. تعالوا نكمل في حاجة تانية. رقم أربعة. رقم أربعة بنتكلم في فيلوسيتي. في الفيلوسيتي كنا خدناها السنة اللي فاتت كقانون equal displacement over time. نعملها واحدة واحدة. تعالوا نعملها equal تحت الايكوال. الديسبليسمنت ماس ولا لينث ولا تايم؟ لا لينث. طب والتايم؟ جاست اونلي كابيتال تي. التي دي هتكون باور 1 تطلع فوق ال تي نيجاتيف 1. ده الدايمنشن فورمولا للفيلوسيتي. طيب احنا اتفقنا في كلمه اور، فاضل لنا الام، يبقى ام باور 0 ال تي نيجاتيف 1. عايزين نعمل لها اليونت. اتفضل يا سيدي ادي اليونت. لينس ميجرد باي متر، التايم ميجرد باي سكند بس باور نيجاتيف 1. اور متر بير وانزل السكند بس باور 1. 1 ما بيتكتبش طبعا، فتبقى متر بير سكند. ده الميجرنج يونت للفيلوسيتي. والدايمنشن فورمولا لو حد سالني اقول له ال تي نيجاتيف 1 اور ام باور 0 ال تي نيجاتيف 1. تعالوا ناخد نمبر 5 اهي. وانت بتحل واحده واحده بتعيد كتابه الكلام ده مره تانية وتكتبهم مره تانية زي ما المستر عملهم. كل واحده اكتبها مره هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا ان شاء الله. acceleration تعال نشوفها كده. ده letter A acceleration. rule of acceleration A equal velocity over time. نعملها واحدة واحدة. التايم اهي اللي تحت. الفيلوسيتي دي عبارة عن ايه؟ كلمة velocity عبارة عن displacement over time، فتتكتب كده displacement والتايم ينزل تحت، فبقى time times time. يبقى تاني اهي عملنا الفيلوسيتي عشان اللي ما بيعرفش يجيبها. الفيلوسيتي عباره عن ديسبليسمنت على التايم، دي كتبت فوق والتي تنزل تحت في الفراكشن جنب التي الاوريدي الاصليه اللي موجوده تحت. فيبقى هنا اقدر اقول ديسبليسمنت بتتحول لماس ولا لينس ولا تايم؟ هتقول لي والله يا مستر ده انا الديسبليسمنت دي هتتحول للينس. التايم عباره عن تي وتي بتي باور 2، نعملها بس كابيتال لتر. التي باور 2 تطلع فوق بالباور نيجاتيف تبقى ال تي نيجاتيف 2. ده الدايمنشن فورم. اور ام باور 0 ال تي نيجاتيف 2. طب اليونت متر دوت سكند باور نيجاتيف 2. ادي واحده. طب ممكن اعمل سلاش؟ اه اليونت فيها سلاش، يبقى متر بير سكند بس باور 2. ده كده الاكسلريشن. ان شاء الله تكون سهله. تعال نكمل بقى رقم 6. رقم 6 في الغالب كنا بنخليكم انتوا اللي تعملوها. رقم 6 مومنتوم. مش مهم تعرف يعني ايه مومنتوم دلوقتي، بس تعرف القانون بتاعها. مومنتوم بي او ساعات بنقولها بي ال. طيب بي ال هتلاقيها في كتاب المدرسه، بي عباره عن ماس تايمز فيلوسيتي. الماس تعتبر ايه؟ هتقول لي كابيتال ام. الفيلوسيتي تعالوا نجيبها واحده واحده، دي اوفر تي. ماس times displacement length والtime capital T بس T power 1 تطلع فوق يبقى M L T negative 1. ده كده الدايمنشن فورمولا للمومنتوم. فيها الثلاث حاجات ماس ولينث وتايم، حط لها اليونت. ماس measured by كيلوغرام، لينث by متر، تايم ب
second باور نيجاتيف 1. طب اور مين اللي يتحط بعد السلاش؟ الحاجة الوحيدة اللي بالنيجاتيف، يعني الكيلو جرام هيعدي، المتر هتعدي، بير سكند باور 1. خلاص كده خلصت المومنت. ان شاء الله يبقى برضو سهلة. طيب تعالوا نكمل. ده المومنتوم. في عندنا حاجة كمان، رقم 7 عندي فورس اف. الفورس ميجرد باي يونت، او خلينا نتكلم على الرول الاول، فورس ماس تايمز اكسلريشن. الماس ام اكسلريشن، ارجع للاكسلريشن القانون اللي فات، ما احنا قلنا انت كاتبهم، يبقى الاكسلريشن فيلوسيتي اوفر تايم. ادي ماس تايمز، خلي التايم ده موجود تحت اهو عشان بحب نعملها تاني. الفيلوسيتي ديسبليسمنت اوفر تايم، يبقى تايمز كمان تي هنا، نعملها كده واحده واحده، وادي الدي بس اوفر تي سكوير. حضرتك بتشغل الفيديو واحده وبتعيده مره واثنين وثلاثه وتبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. ادي الماس تايمز ديسبليسمنت لينث والتي باور 2 ايكوالز ام ال تي باور نيجاتيف 2، عشان اتفقنا لازم تبقى على لاين واحد، ده الدايمنشنال. طب واليونت هنكتب، هيا هيبقى عندي كذا يونت هنا، كيلو جرام متر سكند باور نيجاتيف 2 اور كيلو جرام متر بير سكند باور 2. طب اور كمان واحده نيوتن، اللي السيمبل بتاعها كابيتال ان. يبقى كل دي يونتس للفورس. ان شاء الله تكون برضو سهله جدا. طيب رقم 8 كانت اخر واحده موجوده في الشيت، حاجه اسمها ورك. ورك الرول بتاعه فورس تايمز ديسبليسمنت، هناخدها واحده واحده، ممكن قلنا نحلها مره واحده على طول، ممكن ابقى حافظ دايمنشن فورمولا الفورس واحطها، لا احنا هناخدها واحده واحده. الفورس ماس تايمز اكسلريشن، ده الفورس لوحدها، تايمز هتنزل الدي زي ما هي، الماس كابيتال ام، الاكسلريشن في اوفر تي، الديسبليسمنت دي، الماس اهي، الفيلوسيتي دي اوفر تي، وعندي تي تحت بقى نعملها مره واحده، يبقى دي اوفر تي باور 2. نقولها تاني، الفيلوسيتي دي كده دي اوفر تي، وعندي تي تحت يبقى تايمز دي اوفر تي باور 2، والديسبليسمنت دي ام تايمز دي اللي هي ال، وتي كابيتال تي بس باور 2 تايمز ال، ام اهي ال تايم ال ال باور 2 على تي باور 2، يبقى ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. ادي الدايمنشنال فورمولا. طب واليونت، نعمل اليونت الماس بالكيلوجرام، لينس بالمتر سكوير، والسكند نيجاتيف 2 اور كيلوجرام متر سكوير بير سكند باور 2 اور جول. لسه في اور كمان؟ اصل الفورس دي ميجرد بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، يبقى في طالب شاطر يقول لي نيوتن دوت متر. ده نهايه لسن 2، او لا هو لسه في بارت كمان الحقيقه، اللي هو البروف بتاعها، بس احنا بناخده في الحصه الثالثه.